بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أصدقائي في الجزء الثاني من ضمائر الوصل البسيطة لي برونو غولاتيف سامبل. رأينا في الفيديو السابق الضميرين كي و ك، وسنرى خلال هذه الحصة ضميرين آخرين أو و دون. انتبهوا دون افيك تي. نذكر مرة أخرى بتعريف ضمير الوصل. Le pronom relatif est un mot qui remplace un nom. ضمير الوصل هو كلمة. Est un mot. يعود أو يقوم مقام اسم. Un nom. Un groupe nominal, مجموعة اسمية. Ou un pronom أو ضمير. Son antécédent, سابقه. أي الذي يسبق ضمير الوصل. Exprimé dans la proposition qui précède ويعبر عن هذا السابق في العبارة التي تسبق ضمير الوصل. إذن نبدأ أولا مع le pronom relatif simple ou. هذا الضمير يمكن أن يعود le complément circonstanciel de lieu، المكمل الظرفي للمكان. ولنتأمل هاته الجملة. Voici le quartier. هذا الحي. J'habite dans ce quartier. أسكن في هذا الحي. Voici le quartier. J'habite dans ce quartier. كما تلاحظون هنا هاته الجملة مقسومة إلى عبارتين وتتضمن كذلك كلمة تتكرر مرتين. Le quartier. Ce quartier. ودورها أو وظيفتها أو محلها من الإعراب في الجملة الثانية لدينا je le sujet habite le verbe dans ce quartier c'est un complément circonstanciel de lieu مكمل ظرفي للمكان. إذن لكي نتجنب تكرار هذه الكلمة ونعوض le complément circonstanciel de lieu ce quartier ونربط بين العبارتين لنحصل على جملة واحدة، نستعمل le pronom relatif simple ou ونحصل على voici le quartier où j'habite. هذا الحي الذي أسكن فيه. Voici le quartier où j'habite. إذن هنا où عوضت لنا complément circonstanciel de lieu. ويمكن كذلك لضمير الوصل أو أن يعوض le complément circonstanciel de temps المكمل الظرفي للزمان. Example 2006 c'est l'année où je suis né. 2006 هي السنة التي ولدت فيها. 2006 c'est l'année où je suis né. كما تلاحظون هنا أو عوضت لنا لاني وهو عبارة عن complément circonstanciel de temps مكمل ظرفي للزمان. إذن بالنسبة لضمير الوصل أو فهو يمكن أن يعوض إما le complément circonstanciel de lieu كما في المثال السابق le quartier، ويمكن كذلك أن يعوض le complément circonstanciel de temps لاني. مزيان. إذن ننتقل الآن إلى ضمير وصل آخر دون، وهذا الضمير يمكن أن يعوض le complément d'objet indirect مفعول به غير مباشر مبني عن طريق la préposition de. ولنتأمل أصدقائي هذه الجملة. Voici l'ami. هذا الصديق. J'ai parlé de cet ami. كلمتك عن هذا الصديق. Voici l'ami. J'ai parlé de cet ami. كما تلاحظون هنا الكلمة التي تتكرر هي l'ami. L'ami. Cet ami. ودورها أو محلها من الإعراب في الجملة الثانية لدينا je. Le sujet. Et parler. C'est le verbe. De. Préposition. حرف جر
Cet ami, c'est un complément d'objet indirect, maf'oul bih, غير مباشر. إذن لكي نتجنب تكرار هذه الكلمة ونعوض لو كومبليمون دوبجي انديريكت اون يوتيليز لو برونون غولاتيف سامبل دون ونحصل على voici l'ami dont je t'ai parlé هذا الصديق الذي كلمتك عنه voici l'ami dont je t'ai parlé ويمكن كذلك لضمير الوصل دون ان يعوض لو كومبليمون دو نوم مكمل الاسم كومبليمون دو نوم مثال سيت ميزون ا اون بيسين هذا المنزل فيه مسبح لي فونيتر دو لا ميزون سون اوفيرت نوافذ المنزل مفتوحه سيت ميزون à une piscine, les fenêtres de la maison sont ouvertes. إذن كما تلاحظون هنا لدينا la maison تتكرر مرتين وهي عبارة عن complément du nom مكمل الاسم. لماذا هي مكمل الاسم؟ لأنها ترتبط باسم آخر قبلها عن طريق la préposition de ترتبط باسم آخر قبلها les fenêtres تسمى الكلمة في هذه الحالة ب complément du nom مكمل الاسم أي أنها مضافة إلى اسم آخر إذن لتعويضها في الجملة نقول La maison dont les fenêtres sont ouvertes a une piscine. المنزل الذي نوافذه مفتوحة فيه مسبح. La maison dont les fenêtres sont ouvertes a une piscine. لاحظوا أن المعنى بقي كما هو وقد تجنبنا تكرار la maison وأعطتنا جملة سليمة لغويا باستعمال le pronom relatif simple dont. ويمكن كذلك لضمير الوصل أن يعوض le complément d'adjectif مكمل الصفة. complément d'adjectif كما رأينا في المثال السابق مكمل الاسم complément du nom لدينا كذلك complément d'adjectif مكمل الصفة. مثال علي est un élève. علي هو تلميذ. Je suis satisfait de cet élève. أنا راض عن هذا التلميذ. علي est un élève. Je suis satisfait de cet élève. إذن لدينا هنا élève تتكرر مرتين ومحلها من الإعراب في الجملة الثانية لدينا je le sujet suis le verbe satisfait c'est un adjectif نعت cet élève هو complément d'adjectif مكمل صفة إذن كما رأينا قلنا في الجملة السابقة le complément du nom لدينا كذلك مكمل صفة لاحظوا هنا cet élève قبله مباشرة un adjectif satisfait قبله un adjectif إذن هنا cet élève في هذه الحالة هي مكمل الصفة complément d'adjectif عن طريق la préposition de إذن لكي نتجنب تكرار هذه الكلمة ونربط بين العبارتين on utilise le pronom relatif simple dont ونحصل على علي est un élève dont je suis satisfait علي هو تلميذ الذي أنا راض عنه علي est un élève dont je suis satisfait إذن هنا dont عوضت لنا في هذه الحالة complément
d'adjectif mukammil sifa. On récapitule ce qu'on a vu. Qulna bi anna le pronom relatif simple ou yumkin an yu'awida imma le complément circonstanciel de lieu ou le complément circonstanciel de temps. Amma binisba le pronom relatif simple dans fa huwa يعود le complément d'objet indirect مفعول به غير مباشر عن طريق la préposition de أعيد ركزوا على la préposition de إذن complément d'objet indirect بني عن حرف جر de كذلك يمكن أن يعود complément دينو مكمل الاسم هنا la maison c'est un complément du nom mudafa ila ism akhar wa kadhalik yumkin an yu'awida complément d'adjectif mukammil as-sifa kama ra'ayna cet élève fa huwa mukammil as-sifa yukammil lana l'adjectif satisfait.